السلام عليكم الخوت، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. تحياتي لكم اينما كنتم جميع المتتبعين عشاق الخيول داخل وخارج ارض الوطن. هذا فيديو ماشي صوره، والعود المرقد سطات. شوفوا تبارك الله كيفاش كيقص او كيفاش كيدرج. اللي بغاه مرحبا. سن رباعي، ثمن 2 ديال المليون، بالوريقات ديالو ناضي، لعب وترابي، اجرى وترابي. الخوت العود ها هو قدامكم، شوفوا كيفاش كيتمشى تبارك الله او كيفاش كيقص او كيفاش كيدرج. المهم انتم كتشوفوا كل شيء قدامكم الخوت، وتحياتي لكم. الى عجبكم الفيديو بارطاجيوه معنا، وشكرا لكم الخوت. ربي يحفظكم ويوفقكم ويسر لكم الامور جميعا، وتحياتي لكم عشاق الخيول. المهم كيما قلت لكم، عنده 4 سنين، ما عندوش لوراق، او عنده لوراق عفوا، تلفنا الله اللي ثبتنا على الشهاده. وتحياتي للجميع. كما قلت لكم في الاول، عنده لوريقات ديالو وناضي وسن 4 سنين، مرقد ديالو 16. والخوت ملي كيكون فيديو راه كنبارطاجيو معكم، ملي كيكون تصاور كنبارطاجيو معكم، وتحياتي لكم جميعا. المهم اللي كنتقبلوا عليها القناة ديالكم، شجعونا دعمونا بارطاجيو مع احبابكم وصحابكم باش تكبر القناة. وكنشكركم على التفاعل في الفيديو ديال اليوم ديال سوق الثلاث، كنشكركم بزاف بزاف على التفاعل وعلى اللايك ديالكم وعلى التشجيعات ديالكم. وربي يحفظكم وربي هو اللي غادي يجازيكم، والله يسر لكم الامور جميعا ويعطيكم كل ما تمنيتو ان شاء الله، وربي يفرحكم دنيا واخرة. تحياتي لكم جميعا، والله يسر لكم الامور، وخليكم مع الفيديو. هاو قريب يسالي، بقات لي واقيلا واحد 3 ثواني، زيد 3 4 5 6، اللي وصل لهنا كنحييك وشكرا لك بزاف، الله يحفظك ويكبر بك ويكرمك.